ما رح تلاقي شيء، ما رح تلاقي شيء. لا تتعب حالك. هلا بنشوف. شو هاد؟ ايه هي مو من اللي ببالك. مو اللي ببالي؟ ايوه ايه مزبوط بنكب بالكان. بس شوف رجع عنك بالسلامة ان شاء الله، تبقى بكبها بايدك بالزبالة. بس انا عم اقول لك فكي اياها. ما في يعني امتى؟ ما بعرف، بدي اشوف شي واحد فهمان. ماشي يا ست بسام، ماشي. لو كنت ممكن توجدها، شو بدي اعملها؟ ليش لا بتمون؟ انت اخي الكبير، فيك تعمل فيني شو ما بدك. لك ليش عم يعمل بمين؟ ليش بسام؟ بسام فكني اياها. مو هلا، لا تقول التوبة. ما فيش لتعيلك إلك ولا بدي إلك التوبة. طيب لا تقول التوبة، بس حليت برحمة أمك إنك ما عاد ترجع لهالشغلك أخي. لك بسام، بالأول بدك تحلف، بعدين بدي أشوف حدا فهمان مشان أعرف قديش صار لك عم تتزهرم ولا هالسم الهاري. لك شو قديش ما قديش؟ هي أول النينة كذاب. طيب الثاني شفت انا كذاب؟ طيب فكني مشان الله، تفكني بوس ايدك انه تفكني. لك اخي شو تبوس ايدي؟ ما تبوس ايدي، اعطيني انا بوس، انا بوس ايدك بس مشان الله بلا هالقصص. مدمن انت، مدمن. طيب فكني توبي. وقد ايش صار لك عم تتزهرمه؟ يومين والله يومين. ورحمة أمي صدقتك أخي صدقتك. طيب فكني. لا ما فيني، بدي أسأل حدا فهمان بالقصة. طيب ومين هلا الفهمان اللي بدك تسأله؟ شو بيعرفني؟ بدي أفكر شوف مين هو. فكر على أساس أنت فيك مخ وبتفكر. إيه بيصير.